ستاف إيديسيون النسخة السابعة لإم سي سمارت تالنت. عندي الشرف أن نكون مع هاد النجوم. نرحب بالنجمات المغربيات. الدورة هي الدورة السابعة لإم سي إم سي سمارت تالنت. دورة يتبارو فيها مجموعة من الطلبة من إم سي ماروك، إم سي كازا، مراكش، الرباط. تي يبرزوا قدام اساتذه في الغناء وفي المسرح و ايكو لو ميور غان. عندهم جوائز من جهه، والجائزه الكبيره اللي عندهم اون اكستيريوريز كيس كون ا دودون، سي سو سي لو بلوز امبورطون. مع تنختاروا حنا في هذه الوقيته، سي لي زيكزامان تيقربوا، سي لو ستريس سي لو توب. دافي حنا وصلنا لابوجي دو ستريس، سي سي ان مومون دو ديستراكسيون باش يخويو شويه. تواجدهم ديجا فاش عندك موهبه وتتوقف قدام استاذ كبير بحال الحاج يونس ولا سي الزبادي ولا سي داداس، ولا ديجا سي 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 فور. فاش توقف بارفوا تقدر تهرب لك حتى الاغنيه تهرب لك، حيت الا وقفت وانا عندي موهبه قدام هرم من اهرام الاغنيه المغربيه وتوفقت فيها، نهار نوقف قدام مدير شركه بوغ باسي ان اونتروتيان غادي ننجح سي سيغ. هاد الدوره هادي اولا انا حضرت العام اللي فات، وكان هو المقصد من هاد كيعزمونا يعني كيعرضوا علينا كفنانين باش كنعطيو راينا وكنشجعوهم، لان حتى حنا كنحسوا بهم وهما دي زانجينيور، ولكن كيخرجوهم ديك النطاق ديال لو ستريس. اللي عنده موهبه فعلا كيستحق كيدعموه، فهذا هو كيعرضوا علينا كضيوف شرف وحنا كنلبيو دعوه. التكريم ديالي النشط فيه انا تكثر عليا التكريمات هذا العام، هذا دخلت كاع هنا الديامات والله ما نكذب عليك. كنت تكرمت مع بادير، تكرمت مع السقات، تكرمت البارح بن سليمان، غنتكرم هنا زعما ولا كيخلعني، وليت حتى انا مرتبط. تكريمنا مع 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 كبرتي، تكريمنا مع كبرتي مرتبط هذه القضيه. الحمد لله بيني وبينك انا من عيطوا لي الدراري هاد ليجن وانا عيان كاع، وقلت غادي نمشي نحضر معاهم ونشوف وتفرحني باش نتلاقى معاك ونتلاقى مع الدراري ونتلاقى مع الصحافه ونشوف الناس كيفاش انت علاقتك معها وهذا، فتزيد يعني هذا اضافه بالنسبه لي. Thank you.